في المملكة المغربية يمضي الصهاينة في طرد المغاربة من بيوتهم وممتلكاتهم تحت رعاية نظام المخزن الساعي لتجنيس أكبر عدد من أبناء وأحفاد اليهود الصهاينة من أصول يزعم أنها مغربية. منذ ترسيم تطبيع المخزن مع الاحتلال الصهيوني أواخر العام 2020 تسارعت إشعارات العدالة المغربية للمواطنين بوجوب إخلاء ممتلكاتهم لإهدائها إلى الصهاينة القادمين من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ما بات يعرف بالملاك الأصليين. مشى لإسرائيل، يبقى في إسرائيل ما يجيش عندنا. كنشوف دابا بزاف ديال المغاربة كيتم الطرد ديالهم من السكن ديالهم في المدن، في بعض المدن بحال الدار البيضاء، طنجه، الرباط، خصوصا دوك المغاربه اللي ساكنين في مدينه قديمه في هذه المدن. حنا شكون اللي قال لينا شكون اللي ورا هذا الشيء كامل؟ شكون اللي قال لنا شكون اللي ورا هذا البروجي هذا؟ ياك ما هما اللي كيجيو كيطلبوا بالسكن ديالهم، حنا ما عرفناش شكون اللي ورا هذا الشيء. المغاربه اللي كيقولوا هذوك راه خوتنا كيجيو مرحبا بهم عندنا، خويا بحال الافارقه تاع جنوب الصحراء، ندخلهم عندك لدارك. اليهود عندهم جوج وجوه، اليهودي ما عمره يكون خوك. انا قولي غير اليهود اللي كاينين في المغرب اش كيديروا للمغاربه المسلمين. في البلد المهرول إلى التطبيع نحو الصهيانة الشاملة لم تعد الملكية القانونية تشكل حصانة من سلب أملاك المغاربة وهدم منازلهم بالقوة العمومية لإقامة مشاريع لصالح الصهاينة لمجرد ادعائهم ملكية أجدادهم لتلك الأراضي. نتحدث على مساحات اللي هي شاسعة. دابا حاليا هناك احتكاك وكذلك هناك مواجهات، وسيتم إعادة نفس السيناريو الذي يعاني منه مجموعة من المغاربة، الهدم وطرد المغاربة بمساعدة القوات العمومية ولاحقا ماذا يعني تشريدهم ثم تمكين هذه اللوبيات ديال العقار في إطار أو من خلال يعني هذا الادعاء بأن هناك أراضي تعود إلى اليهود. تسارع حملة تشريد الصهاينة للمغاربة بالمملكة الشريفة يعكس نية سلطات الاحتلال الصهيوني وخدامها في نظام المخزن إقامة مدن يهودية بالمغرب لإيواء المستوطنين في سياق تردي الأوضاع الأمنية في المستوطنات المقامة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه حالة استيطان واحتلال وطرد المغاربة بشكل هو واضح وسافر. البحث على أي أراضي سلالية، البحث على أي ملكية ديال يهودي سابق يعني اللي كان يستقر في المغرب، البحث لاحقا حتى على الأراضي ديال المعمرين المغاربة، والبحث على أي بقعة في محاولة إلى تشريد المغاربة من الأراضي ديالهم على الرغم من أنهم عاشوا فيها لمدة عقود طويلة. الأشهر والسنوات القليلة القادمة ستشهد تشريد المزيد من المغاربة واستيطان جحافل الصهاينة فوق أراضيهم المغتصبة بتواطؤ من المخزن المغربي الذي رهن سيادته وأرضه للمحتل الصهيوني المجرم.